هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل كل مسلم سوف يدخل الجنة حتى إذا كان من أهل المعاصي ولا يصلي؟ لا يصلي لا ما يدخل الجنة، اللي ما يصلي تارك للصلاة متعمد هذا كافر لا يدخل الجنة، هذا ما يدخل الجنة. لكن العاصي الذي لم يصل إلى حد الكفر هذا تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإذا عذبه فلا يخلد في النار، يخرج منها ويدخل الجنة. نعم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي في النميمة. هل يجوز لبس الثوب الأسود على المتوفى وخاصة إذا كان على الزوج؟ لبس السواد عند المصائب شعار باطل لا أصل له، والإنسان عند المصيبة ينبغي له أن يفعل ما جاء به الشرع، قول فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي اخلف لي خيرا منها، إنه إذا قال ذلك بإيمان واحتساب الله سبحانه وتعالى يأجره على ذلك ويبدله خير منها. لا تحش بطنك بالطعام تسمنا فجسوم أهل العلم غير سمان. وحث على قلة الطعام والشراب، فقال حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نسأل الله أن يعيننا على هذا. أكثر الناس الآن إذا جلس الأكل يحتاج إلى أحد يعمده حتى يقوم من كثرة أكله، إلا من شاء الله. ولذلك كثرت الأمراض، كثرت الضغط، كثرت المرض السكري وغير ذلك، كل بأسباب البطنة. حتى إن بعض السلف إذا تليت عليه آيات الخوف يمرض أياما حتى يعوده الناس. أما نحن قلوبنا قاسية، نسأل الله لنا أن يلينا قلوبنا، فإنها تتلى علينا آيات الخوف وتمر وكأنها شراب بارد، نسأل الله العافية. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الله سبحانه لفظ الله هو أعظم الأسماء، فهل تكرار اللفظ الله الله هل يعتبر من الذكر المشروع؟ هذا ذكر الصوفية، هم اللي يقولون الله 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 يعتبرونه ذكر، ما يقول لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إليه، ما يأتي بالجمل، يأتي باسم مفرد الله الله الله، ولا بعد خواصهم ما يقولون الله، يقول هو 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 إلى آخره. نعم. الصبر على المصائب قربة إلى الله جل وعلا، والله يقول بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول سبحانه واصبروا إن الله مع الصابرين، ويقول جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن وإن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فإذا أصاب المرأة أو الرجل هموم أو غموم من دين أو من عداوة أحد أو من عداوة والديه أو من جيرانه وصبر ولم يفعل إلا الخير فله أجر عظيم. وهكذا إذا صبر على الأمراض أحزان موت قريب كل ذلك فيه الخير العظيم والفضل الكبير. يا رحيم ارحمنا، يا رزاق ارزقنا، يا غفور اغفر لنا، يا تواب. وأكبر نعمة ينعم الله بها على العبد نعمة الإسلام، نعمة الإسلام التي أضل الله عنها كثيرا من الناس. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا وجد الإنسان أن الله قد أنعم عليه بالإسلام وشرح الله صدره له فإن هذه أكبر النعم. وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه،
هذه أشد، أنه من شدة الفتنة وشدة ما يلقى أنه يتمنى الموت، مع أن تفرون من الموت في آخر الزمان يتمنى الإنسان الموت. ليه؟ يستريح من هذه الفتن، يستريح من هذا الشر، وليس من أجل الدين، وإنما من أجل أن يستريح من الفتن. تيمر بالقبر ويقول ليتني مكانك. يقول: ما حكم زيارة بعض الآثار كمدائن صالح وقبر آمنة بنت وهب وغار حراء وجبل أحد وغير ذلك، وهل في ذلك أجر؟ لا، قصدها والذهاب إليها فيه إثم وليس فيه، لكن إذا مررت بها وأنت في طريقك ذاهب إلى الشام أو إلى الجهة التي تريد ومررت بها في طريقك من غير قصد، هي في الطريق، ما تروح تخلي الطريق وتروح لمه، لا، إذا كانت في الطريق أنت مار عليها مار، مثل ديار ثمود، أنها في ديار، فأنها في طريق الشام بين المدينة والشام، فهذا لا بأس، لأنه ما هو قصد. لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين خشية أن يصيبكم ما أصابهم. أما الذهاب لها للتبرج وللافتخار بها وأنها تدل على الحضارة وأن هذا لا يجوز، هذه ديار معذبين والعياذ بالله. إذا أصابني مثلا التشاؤم، فهل أرفع صوتي أو أتكلم بشيء أن أقول لا إله إلا الله وأعوذ بالله أبدا؟ أولا إذا أصابك فاكظم ما استطعت، فإن عجزت فضع يدك على فمك، هذا السنة. ويقول العلماء مما يعين على الكظم أن تعض الشفة السفلى، لكن ليس عضا شديدا، نعم، وهذا مجرد. عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: ماء زمزم لما شرب له. وقد حسن هذا الحديث بعض العلماء، وعلى تقدير أنه حسن فإن معناه أن الرجل إذا شرب هذا الماء من جوع شبع، ومن عطش روي، وكذلك لو نوى أن يكون شفاء من مرض كان فيه فإنه يرجى أن يشفى منه.